السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحب فيكم مرة ثانية إخواني الحضور. نشكر لكم حضوركم اليوم، إن شاء الله تستمتعون معنا في لقاء متجدد، لقاءنا الأسبوع المتجدد. اليوم لقاءنا عن التعليم العالي في الصين، موضوع يهم العديد من أولياء الأمور ويهم العديد من الطلبة الخريجين. مع قلة فرص التعليم اليوم متاحة خاصة للشعب الإريتري، باستمرار نجيب يعني الأمور الجديدة يعني والفرص اللي تخص التعليم. واليوم معانا فرصة مميزة جدا وضيف مميز جدا جدا، حيحكي لنا عن تجربته في التعليم في الصين وكيف ممكن نحن نستفيد وأولياء الأمور والطلاب يستفيدون من الانتقال إلى الدراسة في الصين بإذن الله. ضيفنا اليوم الدكتور وهب الباري، طبيب خريج بكالوريوس من جامعة الصين، يعمل في إحدى المستشفيات الجامعية في الصين ويحضر الماجستير الآن. تفضل أخوي وهب الباري، ليت نبدأ لقاءنا اليوم بالتعريف، بس تعرفنا بتعريف بسيط عن نفسك قبل ما نبدأ في الدخول عن برنامجك اليوم. طبعا دكتور وهب الباري من عام 2011 في الصين، فمعلوماته هتكون عن خبرة فقط ليس ثيوريتيكال يعني. تفضل دكتور وهب الباري. الله يحفظك أخوي خالد، الله يسلمك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المعلم الأول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله جميعا أيها الأحبة الكرام، وشرفت حقيقة بإتاحة هذه الفرصة لأنقل شيء مما تعلمناه أو من التجارب اللي عشناها في الصين. محدثكم وهب الباري معروف، خريج بكالوريوس جامعة خواجو يونيفرسيتي، تخرجت عام 2017. حاليا أدرس ماجستير جراحة أطفال في جامعة سان يانسيت، وأيضا طبيب متدرب في المستشفى التابع للجامعة. بإذن الله اليوم راح يكون لقاءنا بمشيئة الله تعالى حول التعليم في الصين. الصين ككل، يعني هذا الرقم الصعب اللي أصبح اليوم في العالم رقم صعب. إحنا نتحدث عن بلد بحجم الصين استطاعت أن تصنع فارق في المعادلة العالمية اليوم. أكيد من 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 أكيد هذا الشيء كان من خلال خطى حثيثة في السعي إلى تطوير الجانب التعليمي، وأيضا من يعني هي أصلا كانت رؤى وضعت. واليوم الصين يعني كشعب وكدولة اليوم هم يقطفوا ثمارها. يعني خليني أتحدث لكم عن أصلاً فكرة التعليم كيف نشأت، كيف التعليم الحديث بصورته الحديثة، جامعات، معاهد، كليات. هذه الصورة بدأت فعلياً بعد تأسيس الصين الحديثة عام 49 على يد المؤسس الحقيقي للدولة اللي هي موحدة، اللي احنا نشوفها اليوم بهذا النمط، ماو تسي دونغ، يعني المؤسس الأول اللي يعتبر. الصين قبل هذا التاريخ كانت ممالك، والممالك هذه كان فيها يعني مثقفين، أو نقول مفكرين، أو نقول يعني علماء، حلو. وكان النظام السابق اللي هو إنه الطلاب يبعثون إلى هؤلاء المفكرين ويدرسوا عندهم الدراسة اللي هي الدراسة القديم بالنمط القديم، يعني ليست بالشكل الحديث، تمام. من أبرز الأسماء اللي كانت قبل تاريخ الصين الحديث كان الكونفوشيوس،
اللي هو الرجل الحكيم اللي هو كان في أحد الممالك اللي كانت قبل الصين الحديثة. واليوم الصين الحديثة إلى الآن تستقي من أدبيات هذا الرجل، وهم في كثير من أدبياتهم، في كثير من ثقافتهم. والكونفوشيوسية هذه مادة الآن مقررة لازم يدرسوها الطلاب حتى في الجامعات. طيب، بعد هذا التاريخ، بعد عام 49 نشأت الصين بالشكل الحديث. طيب، نشأت دولة بهذا الشكل الحديث. الصين هي ما قبل هذا التاريخ كانت دولة تعتمد على الزراعة والفلاحة. فأنت تتحدث عن شعب معظم فلاحين. أيضا نقطة أحب أذكرها وأوضحها، أنه كان التعليم غير متاح إلا للطبقة اللي القادرة على 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 تعليم أبنائها. والحديث هذا حتى في الحديث هذا عن 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 فترة الممالك. طيب، من بعد هذا العام، من بعد عام 49 سعت الحكومة بشكل حثيث إنه تبدأ ترغب المجتمع، هذا المجتمع اللي معظمه فلاحين، تبدأ ترغبهم في التعليم وتتيح لهم الفرص وتجي لما عندهم وتحاول توعيهم من هذا الجانب. طيب، وبدأت الصين رويدا تسعى في هذا المسار، تأسيس جامعات، استقطاب طلاب من الأرياف، وبهذا الشكل. طيب، بداية التسعينات بدأت الصين بدأت جامعاتها تظهر بشكل جلي وواضح. من عام 98 إلى عام 2017 كانت القفزة النوعية، كانت الصين بدأت تظهر جامعاتها بشكل جلي واضح. جامعاتها أصبحت تنافس على في الترتيب العالمي، برضو أصبحت جامعاتها من العشر الأوائل على مستوى على على مستوى على مستوى آسيا. وبهذا الشكل، بهذه الصورة اللي ركزت فيها أصلا، يعني هذه الصورة اللي احنا نشوفها اليوم هي أصلا رؤى وضعت مبكرا، تمام؟ وكانت رؤى واضحة كيف انهم يوصلوا اللي وصلوا له هذا اليوم. يا حبذا اقدر اشوف، ننتقل للسلايد الثاني. طيب، حنبدا ناخذ كذا فكرة بسيطة عن الصين. الصين فيها ما يقرب، يعني في اخر تعداد نقدر نقول مليار و400 مليون، حتى تقدر تقول انه هذه احصائيه 2015، ربما تحدى هذا، يعني يمكن وصل حاجز الى مليار و500 مليون. اللغه الرسميه للبلد هي الماندرين، يسموها الماندرين بالانجليزي ماندرين، بالصيني يسموها البوتونخوا. طيب، الفكره كالاتي: الصين بلد فيها تقريبا، احنا نتكلم يعني بلد كبيره جدا فيها اكثر من 56 قوميه. ما ابالغ اذا قلت او ذكرت انه تقريبا كل قوميه لها لهجه الى تصل الى لغه مختلفه. فالماندرين والمتحدثين بها كانوا يتركزوا في وسط وشمال الصين بشكل اكبر. كان في جنوب الصين كانت اللغه السائده هي الكانتونيز، اللي هي يتحدث بها اهل جنوب الصين وهونغ كونغ وماكاو. فبعدين طبعا اثناء ما انشئت الصين بهذا الشكل، بهذا التصور، اللي صار انه صار في استفتاء، فباصوات بسيطه جدا تفوقت الماندرين واصبحت هي اللغه الرسميه للبلد. اللغه الصينيه هي اللغه الرسميه للبلد، هي اللي يتعلموها الطلاب الاجانب، هي اللي يدرسوا بها، وهي اللغه الرسميه للبلد. في الشيء الثاني من الجدير بالذكر هنا على قضيه القوميات واختلافهم، اذكر مره ايام ما كنا في اول ما بدانا في تدريب المستشفى، كنا الصباح نلف على المرضى مع الدكاتره. وهذا اليوم سبحان الله ما اذكره، ضحكت يعني قلت سبحان الله. المريضه كانت حرمه كبيره جدا، وكانت جنبها بنتها. فبنتها كانت تترجم للطبيب ايش اللي تقوله امها، وايش اللي تشتكي منه امها. فالجيل القديم جدا، الكبار جدا جدا، هذول ما تعلموا الماندرين، فبالتالي يعني يصعب عليهم ان يخاطبوا بها الناس خارج منطقتهم.
فسبحان الله هذه من باب الطرفة، وكيف سبحان الله البلد كبيرة جدا. التعليم الأساسي في الصين والإلزامي إلى الصف التاسع، إلى الصف التاسع التعليم في الصين إلزامي. العام الدراسي يبدأ من شهر 9 تقريبا، يعني احنا الآن بدأنا الدراسة من 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 الأسبوع، هذا الأسبوع بدأنا الدراسة. فالدراسة في الصين تبدأ في الغالب من شهر 9 وتنتهي في 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 نهاية 6 على بداية 9 تقريبا، تنتهي السنة الدراسية. ممكن تقرأ السلايد الثاني. طيب دحين هنا هناخد فكره شويه اوسع، راح ان شاء الله يعني نفهم كيف صارت قضيه انه الصين انتقلت يعني في في هم يسموها تقريبا 20 سنه من 98 الى تقريبا 2017. هذه ال 20 سنه كانت في قفزات نوعيه، سواء يعني في زياده عدد الطلاب وفي زياده اعداد الجامعات. من الجدير بالذكر هنا انه الصين كانت تحاول تستقطب الطلاب من الارياف بشكل كبير. كان في يعني انت تتكلم عن مجتمع زراعي، ودائما الاب يبغى ابنه جنبه، و لانه تعرف قضيه الزراعه يعني شغل يتطلب جهد. فكان في عزوف، يعني الاهالي ما يرسلوا ابنائهم للمدن عشان تعلم ولا عشان يروحوا جامعه او كذا، لانه كان يعني الى عهد قريب كانت الجامعات بس في المدن. اللي صار انه 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 من عام 98 بدات الخطى الحثيثه انه الصين تطلع وتسحب الطلاب من الارياف بشكل كبير وتنقلهم الى المدينه ويستمروا في التعليم ويدخلوا الجامعات. تخيل معي انه في عام 2000 كان عدد الطلاب يدوب، انت يعني كان ما نقدر نقول يدوب يعني، بس مقارنه بالرقم اللي صار بعدين كان عدد الطلاب اللي في الجامعات كان في عام 2000 انت تتكلم على 7 مليون طالب. تخيل معايا عام 2018 هذا الرقم صار 28 مليون طالب في الجامعات الصينيه بشكل كبير. طيب انت حتقول لي انت تتكلم معايا على 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 7 مليون طالب، اليوم صاروا 28 مليون، وش ايش الجامعات هذه اللي حتحتويهم او حتستوعبهم؟ من التقارير اللي اطلعت عليها اثناء تجهيزي لهذا اللقاء يقول لك نقدر نقول انه الصين اسبوعيا كل اسبوع تفتتح جامعه جديده، تقريبا الصين كل اسبوع تفتح جامعه جديده. هذا الشيء. الشيء الثاني انه من الاشياء اللي فعلا آل ملحوظه، اليوم صارت الجامعات في يعني احنا مثلا نقول انت تتكلم على مدن كبيره مثلا بكين، شنغهاي، غوانجو، شنزن، خانجو، هذه مدن كبيره. الجامعات بدأت يعني اللي هو شوية أصغر من المدينة وأكبر من القرية، اليوم الجامعات صارت تبنى هناك، الجامعات قاعد تنبني هناك اليوم. عشان إحنا زمان كنا نسعى أنه نسحب من الأرياف، لا اليوم إحنا نقرب له الجامعة. ففي ازدياد ملحوظ في أعداد الجامعات عشان تستوعب هذا الرقم الكبير من الطلاب. طيب تعال شوف معي الجهة المقابلة، أنت طيب عندك زاد عندك أعداد الطلاب في الجامعات، تعال نتفرج على خريجين الجامعات هذولا. خريجين الجامعات الصين سنويا يتخرجوا منها قرابة 7 مليون طالب. اليوم التقارير تشير إنه هذا الرقم يفوق أعداد المتخرجين في الهند وأمريكا مع بعض. رقم ضخم. طيب انت تخيل معايا انه الصين واضعه خطه عام 2030 الصين واضعه خطه انه هذا الرقم يتضاعف الى 3 مرات. يعني الصين احنا نتكلم يعني انت قاعد تتكلم على 21 تقريبا او ما يزيد، انت تتكلم على رقم ضخم راح يزيد في اعداد الخريجين. طيب تعال شوف الجهه المقابله، الصين عندها عدد كبير من الطلاب، الصين عندها عدد كبير من الجامعات. طيب انت حتقول لي ايش العلامه الفارقه او ايش قاعد يصير؟ يعني حقول لك البحث العلمي اللي الصين وضعت كل مجهودها في الانفاق عليه
اليوم التقارير تشير بشكل كبير وملحوظ انه 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 الدعم اللي تتلقاه الابحاث العلميه من الصين واللي الصين تنفقه يضاهي ما تنفقه دول الاتحاد الاوروبي مجتمعه. وهذا طيب هذا الشيء. الشيء الثاني من المنجزات اللي تضاف الى سجل الصين التعليمي قضيه اللي هي مثلا انه في عام 2018 لاول مره اعداد طلاب الدكتوراه واعداد ابحاثهم فاق اعداد ابحاث الطلاب الدكتوراه في امريكا. هذا لاول مره تسجل في التاريخ. طيب في الجهه المقابله الصين ما اكتفت بانها فقط انشات جامعات، صرفت على التعليم، استقطبت طلاب. الصين اليوم تقريبا من اكبر الدول اللي عندها طلاب مبتعثين في الخارج. واستهدفت دول معينه، يعني عندها طلاب في امريكا، في كندا، في بريطانيا، في نيوزيلندا، في استراليا بشكل ملحوظ جدا وكبير. تقريبا اخر احصائيه قراتها اعداد الطلاب المبتعثين الخارج اللي يدرسوا في الصين، وهنا حوضح نقطه. البعثات داخل الصين تختلف، هي في غالبها بعثات جامعيه، حلو، وفي غالبها بعثات دراسات عليا. بس طبعا مع التقدم الاقتصادي، مع الثراء الاخير اللي صار، الشعب الصيني صار شعب مقتدر جدا. اليوم في كثير من الصينيين، يعني شفنا من دكاترتنا اللي يدرسون في الجامعات، من بعض مدرسينا في الجامعات، طلابهم يدرسوا برا على حساب الاب والام، مش على حساب الحكومه. فالرقم اللي انا اذكره اليوم هو رقم يشمل الطلاب الدارسين على حسابهم، والبعثات اللي هي بعثات جامعيه. معظم البعثات بعثات جامعيه، معظمها دراسات عليا، معظمها ماجستير ودكتوراه. الرقم هذا يصل تقريبا الى، احنا نتكلم على نص مليون طالب، نص مليون مبتعث من الطلاب الصينيين في الخارج. طيب حتقول لي الصين صرفت، الصين سوت، الصين دعمت، الصين جابت، ايش تقيمه؟ ايش وين موجود الجامعات في، وين تقييمها، وين خريطتها في العالم؟ تقريبا في اخر تصنيف اللي هو تقريبا في 2019، الصين ما وصلت في التوب 10، بس الصين موجوده في افضل 30 جامعه عالميا. انت تتكلم على مرتبه 23 جامعه اسمها تسينغخوا، والجامعه الثانيه هي جامعه بكين. في عام 2020 للتصنيف الآسيوي، جامعة تسينغخوا أصبحت رقم واحد آسيوياً. جامعة بكين 2017 كانت تقريباً كانت الثامنة. تقييم 2020 جامعة بكين الخامسة آسيوياً. يعني 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 في تطور ملحوظ في التقييم، في تقييم الجامعات الصينية آسيوياً وعالمياً. يعني وهذا الشيء احنا نلاحظه يمكن وشفناه في الفتره الاخيره، انه انت قاعد تشوف خصوصا في المستشفى، تقابل في بين قسم وقسم تقابل دكاتره يتكلموا انجليزي بطلاقه. هذول اللي رجعوا من الابتعاث مؤخرا. طيب انت لما طلابك يرجعوا من الابتعاث، هيرجعوا معاهم خبراتهم، هذه ساهمت بشكل ملحوظ بان تحدث نقله نوعيه في اخر خمس سنوات في تصنيف الجامعات العالمية، في تصنيف الجامعات الصينية عالميا، وحتى 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 آسيويا. تخيل معايا، الصين فيها تقريبا قرابة 2000 جامعة. طبعا أنا أقول 2000 جامعة، طبعا يدخل تحتها المعاهد تقريبا. أنت تتكلم على 2000، شوف الرقم كيف ضخم. طيب حتقول لي انت الحين تكلمت انا عن الصين، وكلمت عن التعليم في الصين، وذكرت وين وصلت الصين، وين موقع الطلاب الاجانب من الاعراب في الصين؟ ايش الطلاب الاجانب في الصين؟ تقريبا نقدر نقول على 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 اخر احصائيه، الصين فيها تقريبا قرابه 200 ألف طالب.
قرابه ال 200 قرابه ال 200 الف طالب. طيب كيف توزيعهم؟ طبعا الغالبيه العظمى من اسيا، تقريبا يشكلوا تقريبا نقدر نقول 60% من الطلاب الاجانب اللي في الصين هم اسيويين. طبعا النصيب الاكبر اخذته كوريا الجنوبيه. بعدين نجي بعدها طب حتقول لي افريقيا ايش وين؟ افريقيا تقريبا تمثل 17% من عدد الطلاب الاجانب في الصين. الدول اللي لها 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 نصيب الاسد في افريقيا، عندك نيجيريا، عندك تنزانيا، عندك زامبيا، عندك زيمبابوي، هذه اربع دول فيها يعني عدد الطلاب اللي منها كبير جدا. النظام التعليمي في الصين، النظام يعني النظام المعتاد يعني نفس النظام العالمي تقريبا في تقسيم، وانت عندك بكالوريوس ماجستير ودكتوراه، عندك التخصصات كلها تقريبا نفس اللي موجود في كل العالم، 13 تخصص، بعدين يجيك تفرعاتها. الدراسة في الصين تقريبا هي مش فصول، هي سنوات تقريبا. انت عندك على شكل سنوات، عندك مقسمة السنة فصلين. الفصل اللي يبدا الفصل الاول يبدا عندك من شهر 9 الى تقريبا شهر 1، وبعدين الفصل الثاني عندك بين الفصلين في اجازه اللي هي اجازه راس السنه الصينيه، اجازه شهر كامله في الغالب تكون في نهايه شهر 1 او بدايه شهر 2. بعدين عندك الفصل الدراسي الثاني يتراوح، يبدا احيانا سنه يبدا في نهايه شهر 2 وسنه يبدا في بدايه شهر 3 الى شهر 7. الفصل الدراسي يقسم كالآتي: انت عندك 18 اسبوع دراسي، اخر اسبوعين هم اسبوعين للامتحانات. والمواد يعني تقريبا النظام انه المواد ما تنزل لك، يعني انت ما تنزل المواد في الصين. النظام خليني اكلمك على البكالوريوس بشكل اكبر. يعني في البكالوريوس انت ما تنزل المواد تجيك جاهزه، انت بس ما عليك تدرس. يعني اشبه يعني يشبه 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 الدراسه يشبه التعليم الاساسي. انت تحتاج المواد نازله حتدرسها، مو تنزل مواد تختار تاجل. غالبا في البكالوريوس هذا الشيء غير موجود. حنبدا بالبكالوريوس. البكالوريوس في الغالب الدراسه فيه 4 سنوات. معظم التخصصات نستثني بعض التخصصات، الطب والهندسه بعض التخصصات الهندسه وبعض والهندسه المعماريه، الدراسه فيها 5 سنوات. طبعا الحين حقول لكم حاجه، انا حنتكلم بعدين بالتفصيل عن دراسه الطلاب الاجانب. الطلاب الاجانب اللي يدرسوا طب في الصين ما يدرسوا 5 سنوات، يدرسوا 6 سنوات تقريبا. شايف؟ ما يدرسوا 5 سنوات. عندهم تزيد، احنا الاجانب عندنا تزيد سنه، لانه في كثير من الدول ما تعترف بالطب ك5 سنوات 6 سنوات، وبعض الدول اللي تعترف بالطب عندها 7 سنوات وما فوق، الطالب اول ما يرجع لازم كمان يزيد سنه امتياز فوق السنه امتياز اللي سواها هنا اللي عملها هنا في الصين. هذا البكالوريوس. الماجستير الدراسة فيه من 2 ل3 سنوات في الغالب. طبعا يعتمد على حسب التخصص، التخصص الطبية كل الماجستير فيها 3 سنوات. الحاجة اللي تختلف في الصين في الماجستير انه انت مثلا مجالك مثلا خليني اتكلم طبيا مثلا انت مثلا حاب تعمل ماجستير في تخصص دقيق في الطب، تقدر تبدا هذا مباشره من الماجستير. النظام العالمي ما يسمح في الماجستير تاخذ شويه شيء جنرال تابع لتخصصك اللي في الطب، بعدين في الدكتوراه تروح لتخصص دقيق، بس الصين يسمحوا لك، متاح لك انك تبدا تخصص دقيق مباشره. هذا عن الماجستير. عن الدكتوراه، الدكتوراه طبعا هي اعلى درجه علميه تقدمها الصين.
الدراسة فيها 3 سنوات بس توصل 5 سنوات، لأنه طبعا النظام الأخير في الصين الدكتوراه 4 سنوات. ليش؟ لأنه صار من متطلبات التخرج إنه أنا أتحدث، خليني أتحدث مع الطلاب الأجانب بشكل أكبر، أنت تتكلم إنه لازم الطالب ينشر ثلاثة أوراق علمية في مجلات ذات تصنيف عالمي، تصنيف علمي عالي. طيب دحين انا تكلمت بشكل يعني تكلمت يعني بشكل مجمل تقريبا، الصين والتعليم فيها، النظام التعليمي، طريقته، هيئته. دحين حتكلم بشكل مفصل، وحتكلم يعني ايش يعني حدثنا احنا يعني. اطلبوا العلم ولو في الصين، هذه احد المقولات اللي قيلت سابقا. طيب خليني اتحدث كذا بشكل مفتوح، من ابرز ما يميز الصين في، خليني اقول لكم، في اخر تقريبا في اخر 5 سنوات، كمية المنح الدراسية اللي تقدمها الحكومة. طبعا في اكثر من شكل، عندك انت منح حكومية، منح تقدم من الحكومة، هي تسمى منحة يختصر لها بسي اس سي، هذه منحة من الحكومة لها طريقتين للتقديم، إما إنك أنت تكون مبتعث من حكومتك، من دولتك، حلو؟ هذا المستوى ألف. المستوى باء تستطيع تقدم أنت بنفسك، بس في الغالب هذا الشيء، هذه المنح الحكومية للدراسات العليا لما تيجي تقدم بنفسك. طيب أنا حنتطرق بشكل ملحوظ للمنح ان شاء الله في باب المنح، بس هنا اللي ابغى اقوله من الشيء الملحوظ في الصين مؤخرا في اخر 5 سنوات، في كميه ضخمه من المنح اللي تقدم. ايضا من الشيء اللي انا لاحظته انه المنح اصبحت في كثير من المنح الجامعيه اللي تقدمها الجامعات مش الحكومه، صار في كثير منها باللغه الانجليزيه، وهذا الشيء اللي حيسحبني الان اللي انت ممكن تسالني سؤال. اول شيء قبل لا تبدا معي حتقول لي حدرس انا بالصيني ولا بالانجليزي؟ طيب يا سيدي، كالآتي الموضوع. الدراسة في الصين بالشكل الرئيسي باللغة الصينية. يعني حاعطيك مثال، تخصصات البكالوريوس كلها إذا أنت جاي على منحة حكومية راح تدرس إلزامي بالصيني، ما راح تدرس بالإنجليزي، تمام؟ منح الجامعات في كذا وفي كذا، شايف؟ بس كذا بالبوند العريض حتسألني الدراسة في الصين ايش؟ حقول لك الدراسة باللغة الصينية، تمام؟ لكن صار في عندي في الفترة الأخيرة انه بدأ التدريس باللغة الإنجليزية بدأ يصير بشكل واضح جدا. يعني احنا اليوم مثلا نتكلم على 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 على, 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 على خليني اتكلم لكم عن الطب تقريبا. الطب الآن طبعا هم الجامعات الصينيه صار عندها خطط، يعني من خططها في الفتره الاخيره استهداف الطلاب الاجانب بشكل كبير، فاعداد الجامعات اللي تدرس طب باللغه الانجليزيه ازداد في الفتره الاخيره بشكل كبير جدا. حقول لكم رقم من الاحصائيات اللي قراتها، انه تقريبا تقدر احصائيات انه في تقريبا 23 ألف طالب هندي في الصين، 21 ألف منهم يدرسوا طب في الصين لعوامل كثيره. طبعا برضو راح اتطرق لهذا الشيء بعدين. طيب فلغه التدريس الحين هقول لكم بشكل واضح، لغه التدريس هي اللغه الانجليزيه، بس في جامعات تدرس تخصصات باللغه الانجليزيه، بس خذ في بالك التخصصات التي تدرس بالانجليزي محدوده جدا. هذا من ناحيه موضوع اللغه. طيب حنيجي على تكاليف الدراسه. تكاليف الدراسة في الصين، يعني خلينا أبدأ لك من تكاليف المعيشة. تكاليف المعيشة في الصين تبدأ تقريبا من، خليني أقول لكم، من 350 دولار 400 إلى 500 دولار، هذه كمصاريف تقريبا تكفي الطالب. السكن طبعا في الفترة الأخيرة شوية الأسعار ارتفعت في الصين، يعني إنك تدرس خارج السكن الجامعي غالي، مكلف، يعني صعب. فإذا أنت حتسكن في السكن الجامعي
تقريبا راح تدفع، راح تدفع في السنه اذا انت غرفه لوحدك يعني تقريبا راح تدفع في السنه $2,500. اذا انت تسكن وتبقى احد يشاركك في الغرفه يقل الرقم. طبعا انا اعطيتكم رقم تقريبي يختلف من جامعه لجامعه، بس هذا تقريبا اقدر اقول لكم هذا هذا رقم تقريبي. طيب اسعار الاسعار اسعار دراسه البكالوريوس في الصين، لا 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 عفوا، المعيشه، المعيشه شهريا، المعيشه نتكلم على 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 350 او $400 الى $500 هذا شهري. بس انا ذكرت السكن لانه انا اثناء ما كنت ارتب اللقاء كنت اسال الاخوه ايش اكتب، ايش كذا، ايش تقترحوا علي. فصح في الصين، في الصين انت دحين لما تيجي تدفع الرسوم، الرسوم لازم تدفع كامله، ما تقدر تقسطها. معظم الجامعات ما يسمحوا لك بالتقسيط، فتدفع رسوم السنه الدراسيه كامل، وتدفع معاها ايجار السكن لسنه كامله. فلذلك انا حبيت اعطيكم الرقم كامل للسكن، فتقريبا $2,500 سنه كامله سكن داخل السكن الجامعي اذا انت تبغى غرفه لوحدك. اذا انت تبغى احد يشاركك راح يكون الرقم، راح ينزل الرقم، راح يكون الرقم، راح يكون الرقم اقل. طيب حنيجي لقضية الرسوم الجامعية. طيب الرسوم الجامعية في البكالوريوس تبدأ من $3,000 تقريبا، تصعد لما $7,000 إلى الطب، للطب تمام، وحسب التخصص. هذا البكالوريوس الماجستير ترتفع يعني تتجاوز $7,000، للدكتوراه تتجاوز تقريبا $10,000. طيب دحين انا حاجه اتكلم معاكم هنا على قضيه، حرجع اركز على موضوع المنح وكذا. انا والله لو يجي احد يسالني يقول لي تنصحني اجي ادرس الصين، حقول له ممكن يعني خيار الصين خيار جيد للامانه، بس حقول لك لحكم بحكم وفره المنح، بحكم وفره المنح خصوصا في الفتره الاخيره، منح الجامعات كبيره جدا، منح الجامعات كثيرة جدا، وهذا الشيء ملحوظ. انا الحين حرجع اركز على النقطة اللي انا ما ذكر، اللي انا اجلتها هنا الى لما اتكلم عن المنح. في قضية المنح يعني لو لما ذكرت لكم المنح، المنح الحكومية اللي هي اختصارها CSC، هذه مقسمة الى الف وباء. الف هذه من الحكومة، انه حكومتك هي طبعا اللي تنسق لك، يكون انت تقدم عبر حكومتك وبعدين وبعدين يتم قبولك. هذه تقدر تتحصل فيها على بكالوريوس، منحة بكالوريوس كاملة، سكن، مصاريف شهرية، ورسوم جامعية، وتذكرة سفر الأول مرة، وتذكرة العودة. هذه نتكلم فيها على منح، على المنح، المنح الحكومية المرتبة ألف تمام. المرتبة باء اللي انت تقدر تقدم فيها مباشرة للحكومة الصينية تمام، تقدر تقدم فيها بشكل مباشر. هذه المنح ما تقدر تتحصل فيها على بكالوريوس، هي متاحة فقط للماجستير، للماجستير والدكتوراه. لكن الخبر اللي اقول لكم هو الشيء الممتاز هنا، انه منح الجامعات في باللغة الإنجليزية وايضا بكالوريوس. وهذا الشيء بحكم ان الفتره الماضيه يعني انا بشكل مستمر اتابع هذه الاخبار، منح الجامعات للبكالوريوس باللغه الانجليزيه اصبحت كبيره جدا، كثير جدا بشكل مره ملحوظ. وهذا السعي حثيث من الحكومه لاستقطاب الطلاب، لاستقطاب الطلاب الاجانب في هذا المجال. هذا الـ هذا الـ هذا الشيء الـ هذا الشيء الاول. فلو حتسالني حقول لك يا اخي ليش تدرس، تيجي تدرس على حسابك والمنح فيه متوفره بشكل كبير تمام. فانا انصح انه لا تيجي تدرس على حسابك. منح الجامعات كالاتي: في منح كامله انه اللي هي مثلا اللي هي رسوم جامعه، ويعني تغطي لك رسوم الجامعه، تغطي لك السكن، تغطي لك راتب شهري. هذه قليله جدا اللي تشبه المنح الحكوميه تمام. منح الجامعات في الغالب يا انك تاخذ رسوم مخفضه تمام، ويعطوك السكن مجان احيانا تمام، واحيانا يعطوك يعني يعطوك الـ يعطوك الـ يعطوك الـ يعفوك من الرسوم الدراسيه ويعطوك السكن مجانا، بس ما في
ما في مصاريف، ما يعطوك مصاريف شهريه. فالقضيه ايش تختلف على حسب المنحه، وعلى حسب التخصص، وعلى حسب التخصص ايضا اللي تقدمه الجامعه. فهي شويه نوعا ما شويه مربوطه، يعني ما هي مفتوحه اللي هي على قضيه منح الجامعات. طيب حتقول لي كيف الحياه في الصين؟ الحياه في الصين يعني يعني واحده من الاشياء اللي احنا نلاحظها، يعني خصوصا اللي انت مثلا يعني لك في الصين اكثر من 3 سنوات 5 سنوات، تلاحظ انه الحياه في الصين يعني كل سنه كل ما لها الحياه تصير اسهل. يعني يعني اليوم مبدأ الحياة السهلة باستخدام التقنية الحديثة والسمارت فون والتطبيقات الذكية وهذه الأشياء. يعني أذكر لكم مثال بس يعني على قضية إنه كيف يعني إحنا مثلا إحنا كطلاب مثلا، أفتكر في بداية يعني في بداية دراستي كنت خلاص احط الفلوس في البنك، بعدين اسحب بشكل للي احتاجه كل اسبوع مثلا او كذا. اليوم تقريبا في الصين تقريبا لي اكثر من 2 أو 3 سنوات ما مسكت كاش في يدي. اليوم من خلال التطبيقات الذكيه، مثال على تطبيق ويتشات مثلا، يعني اليوم حتى ويتشات نستخدمه في الجامعه. اليوم التحضير مثلا لما تدخل الصف، عندك حصة، وصلت الصف، المعلم ما يحضر بطريقة تقليدية. بداية الحصة أول 5 دقائق حيحط كود على السبورة، أنت حتمسح الكود ببرنامج الويتشات هذا اللي موجود عندك، وحيظهر عنده تلقائيا. الواجبات إذا المعلم مثلا يبغى يعطيك مادة، يعني يبغى يعني الشيء اللي درسه في الحصة يعطيك، هو كله عبر هذا التطبيق. فالحياة سهلة بشكل مش طبيعي من ناحية تسهيلات الحياة. المواصلات سهلة، رخيصة جدا. المترو الأنفاق تقريبا يربط المدينة، معظم المدن الآن في الصين تقريبا فيها مترو أنفاق. المواصلات رخيصة جدا. يجي هنا على ناحية الأكل، اللي هي هذه فيها الإشكالية بشكل كبير. يعني داخل الجامعة في يعني الطالب اليوم داخل الجامعة في مطعم داخل الجامعة، والصين لما 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 أصبحت تستقطب طلاب أجانب وكذا، وطبعا أكيد من ضمن الطلاب الأجانب هذول في نسبة المسلمين بشكل كبير جدا. فالصين حرصت إنه يعني المطعم الطلاب المطعم اللي داخل الجامعة عفوا يكون في أكل، حلال. تمام؟ خارج الجامعة إنك تحصل أكل حلال وكذا صعب، ليس بالسهل. المدن إذا أنت درست مثلا في المدن الكبيرة زي بكين العاصمة أو شنغهاي أو غوانجو، هذه المدن فيها أوكي أقول لك فيها مطاعم عربية، بس برضو التكلفة غالية إنك أنت كطالب تروح تاكل فيها بين الحين والآخر، أو تاكل فيها بشكل 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 روتيني، صعب ومكلف. شايف؟ طيب المدن الثانية ما فيها في الغالب. فأنت حتكون دائما يعني مربوط بإيش؟ بالمطعم بمطعم الجامعة. في بعض المطاعم المنتشرة المطاعم الحلال اللي هي الأكل الصيني. تمام؟ والمطاعم اللي داخل الجامعة متوفر فيها الحلال. وواحدة من الأشياء اللي أنا حذكرها من قضية الحياة في الصين، اليوم أنت اليوم يعني يعني أنا لو يعني خلينا استذكر ايام البكالوريوس، انت تقريبا احنا ما نحتاج نطلع من الحرم الجامعي. الحرم الجامعي انت عندك المطعم داخل الحرم مطعم الحرم الجامعي، انت عندك داخل الحرم الجامعي موفر كل شيء، يعني في سوبر ماركت كبير، في يعني محلات الخضار والفاكهه اذا انت تحب تطبخ، يعني برضه متوفر. يعني تقريبا ما كنا نخرج من الحرم الجامعي الا اذا مثلا نبغى نخرج نغير جو نهاية الأسبوع لما يطلع، بس في الغالب أنت داخل الحرم الجامعي فيه كل شيء، كل شيء موفر. وواحدة من الأشياء اللي أنا أحب أذكرها يعني على قضية التعليم في الصين وكذا، اليوم الجامعات الصينية يعني
يعني حرصوا في 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 تأسيس هيكلها وكذا، انه تضم كل شيء يحتاجه الطالب، حتى وسائل الترفيه بشكل كامل، كل شيء تقريبا حرصوا انه يكون متواجد داخل 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 الحرم الجامعي. هذا شق. برضو من الاشياء اللي ما ذكرتها قضية انه ال مثلا اذا الطالب يعني حاب انه مثلا انت حاب مثلا تبغى تذاكر مثلا قضيه المكتبات والفصول الدراسيه المفتوحه والمتاحه طوال اليوم. انت عندك المكتبه مفتوحه من تقريبا من الساعه 8 صباحا لما الساعه 10 الى 11 بالليل مفتوحه الجامعه المكتبه. فهذا على قضيه انه يعني هذه واحده من الاشياء اللي فعلا يعني الواحد يلاحظها في الصين بشكل كبير، البيئه الدراسيه داخل الحرم الجامعي، الناس كلهم اللي حولك، كل الناس حولك يدرسوا طلاب، البيئه فعلا دراسيه محفزه اقدر اقول. ايضا من الاشياء اللي اذكرها برضو في هذا الصدد انه يمكن هذه ما ذكرتها في البداية، نظام التعليم في الصين أو طريقة التعليم في الصين شوي تختلف عن 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 عن, عن, عن نظام التعليم المتعارف عليه في الغرب أو حتى في أمريكا. اعتماد الطالب الصيني على نفسه كبير جدا. أنا عارف إن الطالب الجامعي معتمد على نفسه بشكل كبير، بس في الصين بشكل زائد. يعني المعلم راح يشرح يعطيك حصته وراح يمشي، تمام؟ راح يعرض لك المعلومة بعرض سلس، أوكي، بس ما حي يعني أنا أذكر هذه النقطة لأنه كنت أتابع بعض المحاضرات مثلاً في مجال الطبي مثلاً في للجامعات الغربية مثلاً أو في أمريكا. طريقة الشرح فيها تفصيل ويدخل معاك الدكتور ويتعمق شوية ويوضح لك أكثر وكذا. الصين يعرض لك المعلومة وأنت يا طالب روح سوي. ليش أنا الحين ذكرت هذه النقطة؟ الطلاب الصينيين يا جماعة، أنت لما تدخل المكتبات الفصول الدراسية أثناء ما يذاكروا، يعني في الغالب إذا جيت بعد العصر قريب المغرب ما تحصل مكان، ما في. فأنت تخيل أنت تخش، إذا تدخل تبى تذاكر، القاعة مليانة، الكل يدرس، الكل قاعد يذاكر، جو 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 دراسي، يعني الجو الدراسي فيها يعني ممتاز جدا، تمام؟ وخصوصا زي ما ذكرت لكم في السابق انه قضيه الحرم الجامعي والبيئه الدراسيه اللي موجوده فيه. هذه نقطه. ايضا برضو احب اضيف شيء انه لطلاب الدراسات العليا مثلا، نتكلم عن الماجستير والدكتوراه، يعني بحكم مثلا لي زملاء مثلا في المجال الطبي حتى في البحث العلمي للمثل في الطب، عنده مثلا زي للاحياء وتفاصيلها وتفرعاتها، المختبرات الصينيه والمعامل الصينيه لطلاب الدراسات العليا وحتى في يعني في غير الطب في الهندسه وما الى ذلك، بحكم اللي كنت اسمعه من الزملاء، التجهيزات ضخمه، يعني حتى التجهيزات تكاد تكون يعني غير موجودة في بعض الدول الأوروبية ناهيك عن العربية. فمن الأشياء اللي فعلا هنا الواحد أقدر أحرص عليها قضية الدراسات العليا للماجستير والدكتوراه، خصوصا أنت إذا قاعد تعمل بحث مختبري، الأجهزة المقدمة، الدعم الحكومي المقدم كبير جدا للماجستير والدكتوراه. وطبعا زي ما ذكرت لكم، منح الماجستير والدكتوراه الدعم الحكومي لها كامل، منح حكوميه، والدعم فيها كامل بشكل كبير. هذا بما يخص يعني كنظره عامه. طيب حتقول لي طيب، هل تنصحني اني اجي ادرس في الصين؟ حقول لك ممتاز، تعال ادرس في الصين، بس انا حقول لك التحديات اللي انت لازم تكون متصورها وعارفها وعشان تكون جاهز للتحدي هذا. اول شيء من الاشياء اللي انا افضلها، اذا انت جاي تدرس في الصين، فانا افضل لك انك اذا حتدرس تبغى تدرس في الصين، تدرس باللغه الصينيه. اذا هم جو يدرسوك بالانجليزي، هي لغه مش لغتهم، تمام؟ فحاجز اللغة راح يكون موجود. ما أقول لكم سيئين، لا، بس حاجز اللغة يظل موجود، تمام؟
لكن انت تبغى ترفع من مستوى تحصيلك، تعال ادرس بالصيني. تمام؟ تعلم اللغه. انا حقول لك الموضوع ما هو سهل، لكن ما هو صعب او مستحيل. يبغى له مجهود، يبغى لك تتعب شويه، بس حتكون فائدتك اكبر اذا انت جيت تتعلم، جيت تتعلم باللغه الصينيه. وطبعا فرص المنحه الكامله حتكون باللغه الصينيه اذا تبغى منحه حكوميه كامله في البكالوريوس. فانا انصح بهذا الشيء. تمام؟ اضف الى ذلك انه التقديم للصين، انت تحل مساله طب التقديم للمنحه الصينيه صعب سهل، نسبه القبول، نسب القبول كذا. يعني التقديم للصين للمنح سلس جدا، ونسبه حصولك على 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 منحه مرتفعه جدا، وهذا الامر جدا سهل ومتيسر. يعني ما في تعقيد في الاوراق المطلوبه وما ادري ايش. يعني صح في الاونه الاخيره صار في منافسه عاليه، يعني في ناس كثير صاروا يقدموا على المنح الصينيه، خصوصا المنح الحكوميه. المنافسه الفتره الاخيره زادت، بس برضو هذا ما يعني انه فرص قبولك قلت. فرص القبول برضو ممتازه، التقديم ما هو صعب، شايف؟ وسلس. واضف الى ذلك يعني واحده من اكثر النقاط اللي ممكن اركز عليها، المنح في الصين متوفره بشكل كبير جدا. وهذا اللي انا انصح به، انه انا اقول لك لا تدوس على حسابك ما دام المنح متوفره. انا حترك المجال لاسئلتكم، يمكن انا ما غطيت كل شيء، يمكن من اسئلتكم استطيع انه نغطي بشكل اكبر. حختم كما طلبوا مني الاخوه، قضيه التجاره والاعمال في الصين. ما عندي يمكن خبره كبيره، لكن اعطيكم فكره عامه. معظم العرب والافارقه، خليني اقول لك، اللي شغالين هنا في الصين كلها مكاتب تجاريه وسيطه. المكتب تجاري وسيط، وطبعا من الجاليه العربيه اكثر 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 تجار واصحاب مكاتب هم اليمنيون. بعد كده تيجي الاجناس العربيه الثانيه. الافارقه برضو لهم حظ جيد. من شرق افريقيا في الاونه الاخيره ازداد اعداد الاثيوبيين بشكل كبير وملحوظ ايضا. طيب، فالانشطه التجاريه، الناس اللي مقيمين هنا في الصين بفيزا تجاريه معظمهم يمتلكون مكاتب. المكاتب هي تعمل بشكل وسيط. مثال على ذلك، اليوم انت حاب تطلب بضاعه من الصين، انت في الغالب ما حتتواصل مع المصانع بنفسك، وحتطلب منهم وراح تطلب بضاعتك بشكل مباشر. تخاف لانه انت ما تعرف المصداقيه، هل والله بضاعتك حتجي على حسب طلبك، حسب العينه اللي ارسلوا لك هي، هل والله كل البضاعه راح تجي زي العينه هذه. فالناس تخاف من هذا الشيء، فتتعامل مع مكاتب وسيطه. فالمكاتب الوسيطه هي تقوم، المكتب الوسيط هو يجيب لك المصنع حسب طلبك، هو اللي يثبت لك البضاعة، هو اللي يروح يفحص لك البضاعة، هو اللي يشحن لك هي، هو اللي يرتب كل أوراقك اللي تحتاجها داخل الصين وفي البلد اللي انت حتستقبل فيه البضاعة. فهذا في الغالب معظم شغل المكاتب اللي شغالة في الصين بشكل وسيط. تمام؟ الشيء الثاني، إذا أنت والله تبغى تيجي الصين وتاخذ بضاعة، تمام؟ ممكن أنت تيجي وتتواصل مع المصنع بنفسك، تجي ويستقبلوك، يعني تيجي أنت هنا وبعدين يستقبلوك هم، إذا أنت عندك اتفاق مسبق مع المصانع هم يستقبلوك وتثبت الطلبية وكذا. بس أنت لما تكون جديد، أول مرة تتعامل مع المصنع، وأول مرة تثبت عنده منهم طلبية أو كذا، أنت ما تعرفهم أول مرة، فانت ما تعرف مصداقيتهم معاك كذا. فاول مره، ثاني مره، انا اقول لك انت تعال تعامل عبر مكاتب بسيطه، شايف؟ خصوصا انه المصنع لما يشوف في مكتب وسيط مره يلتزم، سواء في وقت في التسليم، في وقت التسليم يكون ملتزمين معاك، في الجوده عشان يكسبوك كزبون، شايف؟ فهذا اكبر نشاط تجاري اللي موجود والمرخص له. يعني انت تقدر تقدم على هذه الفيزا وتاخذ ترخيص تفتح مكتب
والمكتب بيسمحوا لك إنه يعطوك فيزتين، في إقامة لك يعني، وإقامة إذا شخص حاب من برا تجيبه معاك يشتغل معاك، لكن باقي الطاقم اللي يشتغل معاك في المكتب لازم يكونوا صينيين، تفرض عليك الحكومة. والمكتب الواحد لازم أقل شيء يكون فيه موظف صيني، موظف صيني، موظف صيني واحد. هذا النشاط التجاري اللي معظم الـ 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 اللي معظم الجنسية يعني أقدر أقول معظم الناس تشتغل بيه، وفي الغالب الـ 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 العرب والأفارقة. طيب أنا لاحظت إنه الأفارقة اللي ما يتعاملوا مع مصانع يعني ما يطلبوا كميات ضخمة، اللي يروح مراكز، اللي يروح الأسواق الكبيرة، أسواق الجملة، هذولا هذه لاحظتها كثير في يسووها كثير الأفارقة، إنه يجي يروح هذه المراكز الكبيرة، الأسواق الكبيرة، أسواق الجملة، وتاخذ بضاعتك، أنت بضاعتك تشتريها قدامك، تاخذها أنت تشيك عليها أنت بنفسك، تجي الصين هنا تاخذها من أسواق الجملة، تفحصها، تشيكها، تمام؟ طبعا انت لازم تكون عارف المواصفات اللي انت للبلد اللي انت حتصدر البضاعه، انت تاخذ تشتري بضاعه وتشيك عليها بنفسك وانت تشحنها وبعدين تسافر. فهذا الشيء اللي لاحظت الافارقه يسووه. هذه الفكره التجاريه تعلمت يعني عرفت عنها مؤخرا كذا بحكم انه دراستي للماجستير انتقلت الى مدينه جوانجو، وجوانجو هي أحد المدن التجارية اللي يرتادوها الأجانب بشكل كبير للتجارة، يعني نقدر نقول هي من أبرز الوجهات اللي يرتادوها الناس للتجارة. وأيضا هي يقام فيها معرضين سنويين، أكبر معارض تقريبا، يعرض المعرض مدته يقام مرتين في السنة، مرة في شهر 4، مرة في شهر 10، يستمر لمدة شهر كامل، تعرض فيه كل شيء من الغذاء وأدوية، إلكترونيات، ملابس، كل شيء تقريبا كل شيء، ويستمر الشهر. هذا يقام في مدينة كوانجو. أنا أكتفي بهذا القدر لكي يتيح بعد كده الأسئلة ربما لتتضح الصورة بشكل أكبر. الله يحفظكم ويسلمكم. شكرا لك دكتور وهب الباري، فعلا معلومات ثرية جدا وأخبار جيدة جدا، خاصة حديثك عن المنح وتوفرها كانت فعلا يعني نقطة جدا مهمة، وقد تهم كثير من الآباء والطلاب اللي ناويين يدرسون يعني يكملون تعليمهم. نفتح الباب الآن للأسئلة، الشباب اللي عنده أي أسئلة يقدر يرسل لنا إياها بين سواء كتابة أو يبغى يشارك مباشرة. الله يحيي يعني. تفضلوا يا شباب في أي سؤال. طيب أستاذ وهب الباري، أنا كان أثناء حديثك عن المنح تكلمت عن المنح الحكومية اللي ذكرتنا CSC، اللي هي مخصص خلنا نقول أو طالب البكالوريوس هي اللي طريقه للمنح، يعني زي ما قلنا المنح الجامعية عادة للماجستير والدكتوراه، أما الطلاب البكالوريوس فطريقهم الوحيد للمنح هو الطريق المنح الحكومية. وذكرت أنه المنح الحكومية تتم بين الحكومة وأخرى. اليوم أنا طالب إريتري مقيم في السعودية، كيف أقدم على المنحة هذه؟ هل أتجه للسفارة؟ هل أخاطب الجامعة أول؟ وش الآلية اللي المفروض أنا أتبعها عشان أحصل على المنحة الحكومية أو طريقة التقديم لو سمحت؟ المنحة الحكومية للبكالوريوس هي عن طريق السفارة، إذا كان في السفارة ملحق 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 تعليمي هو اللي ينسق هذا الشيء، لانه الـ 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 لانه ايوه هقول لك الفارق كيف. يعني مثلا اذا 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 المرتبه باء، احنا نقدر نقدم هنا مباشره، يعني اقدر انا اسلم هنا ملفي بعد ما طبعا التقديم يكون كالاتي، حتى انت تقدم في موقع الجامعه، بعدين تقدم في الموقع السي اس سي هو لهذه اللي هو المخصص لهذه المنح، بعدين طبعا بعد ما تقدم فيهم انت حتطبع ورقه التقديم،
حلو، وتسلمها هنا للجامعه اللي انت حاب انك تدرس فيها. تمام تمام. هذا اذا هذا الحين للماجستير والدكتوراه. اذا انت عبر المرتبه باء، عبر المرتبه الف اللي عبر الحكومه، انت ما تقدر بشكل مباشر تاخذ الملف وتسلمه للجامعه. يعني ملفك تسلمه انت للملحق التعليمي او الثقافي عندك في سفاره بلدك، بعدين هم عبر هم وبعدين هم يتواصلوا بشكل مباشر مع الحكومه الصينيه بهذه الطريقه. لكن انا حشرح لهم مثلا انه مثلا مثلا انا الان لما قدمت للماجستير قدمت على منحه حكوميه المرتبه باء. تمام، كيف كنت اسوي؟ كنت انا موجود هنا، انا موجود هنا في الصين، اقدم يعني مثلا متاح لك تقدم الى 3 جامعات. تمام، اروح اقدم اعبي المعلومات اللي لازم اعبيها في موقع الجامعه، بعدين في ورقه حطبعها، بعدين ونفس البيانات هذه حعبيها في موقع السي اس سي، حلو، وفي ورقه حطبعها وحضيف عليها الاوراق اللي مطلوبه مني، شهاداتي والتزكيه من الدكاتره اللي درسوني وما الى ذلك، وبعدين انا ارسلها بالبريد هنا للجامعه. شايف؟ ويكون هذا وتنتظر موعد النتائج. انا والله اسف سبحان الله ما ذكرت هذه النقطه، متى يبدا التقديم؟ كنت تسالني هذا السؤال. التقديم يبدا لمنح المنح الحكوميه يبدا من شهر 3، يبدا من شهر 3 عشان انت تبدا الدراسه في شهر 9، يبدا من شهر 3 يفتح يغلق. الاغلاق غالبا يكون في نهايه المنح الحكوميه يستمر شهر 1 بس، يعني موقع السي سي يكون متاح لمده شهر 1، انت تقدم وتسحب الورقه تبعك عشان ايش؟ عشان تقدر تسلمها للجامعه. شايف؟ اما المنح المنح المقدمه من الجامعات مستمره الى نهايه شهر 7. شكرا لك استاذي. عندنا سؤال من الاخ عبد القادر عبدو، تفضل. تفضل استاذ عبد القادر. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عبد القادر عبدو من الهند، خريج ماجستير، الان ابحث للدكتوره. فأولا جزاك الله خير دكتور وهبي والأخ خالد على النقاط المهمة، ووضحت لنا أشياء كثيرة كانت يعني غامضة عندنا صراحة. فعندي سؤالين. السؤال الأول، هل توجد فرصة أثناء الدراسة، يعني أخص بالدراسات العليا، أثناء الدراسة ممكن الواحد يقدر لو لقى فرصة يمكن يشتغل خارج الجامعة؟ السؤال الثاني، ماذا بعد يعني انهاء الدراسه؟ لو افترضنا الواحد خلص دكتوراه وماجستير، هل توجد فرص ممكن يعمل فيها او يبحث؟ يعني احنا زي ما عارف الريترين اشكاليتنا كلها ما بعد التخرج، يعني ايش حيكون؟ دي الاشياء اللي بتواجه صراحه، واحنا بتواجهنا برضو هنا في الهند، واغلب الشباب بيتاثروا من الحاجه دي. وجزاك الله خير، ما أطيل، ندي فرص لباقي الأخوة، جزاكم الله خير. الله يحفظك. السؤال ذو شقين، الشق الأول هل مسموح لل، وأنا عشان كده ما ذكرت هذه النقطة أول، هل مسموح للطالب إنه يشتغل أثناء دراسته أو كذا؟ النظام الصيني يمنع منعًا باتًا إنك تشتغل. شايف؟ وقد تتعرض للفصل من الجامعة أو فصل من المنحة على حسب اللي ذاك اليوم كان مسك الملف تبعك. إذا يعني إذا لا قدر الله يعني إنه أدرك عليك هذا الشيء. لكن أنا في نقطة هنا أحب أقولها، مصاريف المنحة إذا أنت حتاخذ منها حكومية كافية للحياة معيشية، لحياة كريمة، يعني كافية جدا. ففي هذه الإشكالية، إنه ما إنه هو غير متاح إنك تشتغل. تمام؟ طيب حتقولي أصلاً أشغال متوفرة؟ حقول لك أنا كالآتي، هو في أشغال متوفرة. يعني كيف؟ مثلاً أكثر أشغال يشتغلوها الطلاب، بس طبعاً إنه هي غير مسموحة، تدريس اللغة الإنجليزية وما إلى ذلك. تمام؟ لأنه هنا الصينيين يبحثوا على اللهم حضر قلوبنا على مدرسين اللغة الإنجليزية للأجانب.
تبي تشتغل أونلاين تقدر تشتغل أونلاين، بس أنت لازم تكون حريص. لكن هو نظاما غير 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 مسموح وغير متاح. طيب حتقولي هذا الحين درست ماجستير، درست بكالور، درست دكتوراه، هل أقدر أشتغل بتخصصي في الصين؟ حقول لك مثلا، شوف حقول لك مثلا خريجين الهندسة بشكل عام وخصوصا الإلكترونية والاتصالات وما إلى ذلك، خصوصا إذا أنت كنت دارس باللغة الصينية، شركة هواوي تستقطب الخريجين الأجانب اللي خريجين الصين، تستقطبهم بشكل كبير كبير جدا. أنا عرفت الحين واحد من زملائي اليمنيين يشتغل، لسه شفته منزل إعلان قال يا شباب كل خريجين 2019-2020 لو حاب يشتغل يتواصل معي في شركة هواوي. فتستقطب بشكل كبير خريجين الصين، بس كنت ترك في تخصصات معينة. شايف باقي التخصصات اندماجك في السوق الصيني، انك تشتغل في الشركات الصينية وكذا نوعا ما صعب، لانه انت تنافس ناس يعني انت عشان تشتغل معهم لازم تكون انت تتكلم صيني بشكل ممتاز جدا، شايف، ولازم يكون عندك شيء مميز عشان يقبلوك تقريبا. جزاك الله خير دكتور. الاخ محمد عمر يسأل كيف تقيم تعامل الصينيين مع الاجانب من حيث المعاملة والتقدير كاجانب؟ طيب خلينا نتكلم بشكل عام. هو يعني للأمانة بشكل عام الشعب الصيني شعب جدا لطيف ويسهل التعايش معه، وما عندهم مشكلة يتقبلوك، ما عندهم أي يعني أقدر أقول لكم ما توجد معاني العنصرية، مش موجودة بصورة عامة. فهم شعب لطيف جدا، ودود جدا، تتعايش معه في بعض الأحيان، يعني كمان يحبوا يعني في بعض الأحيان يعني خدومين كمان أقدر أقول لك. شايف هم شعب لطيف ودود، ما عندهم أي صدامات وكذا عنصرية وكذا، مش موجودة. جميل. الأستاذ عبد القادر بدير يسأل جزاكم الله خير على المعلومات القيمة، مثل إي باي أونلاين أليس هناك تجارة في إي باي؟ ألاحظ أن هناك كثير من البائعين من الصين وبضاعتهم تأتي من هناك، أليس هناك مجال للعمل عبر تلك المنصات؟ جميل. في الصين المنصات الضخمة هي 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 منصة تاوباو اللي تابعة لعلي بابا، تمام؟ هذه منصة داخلية ضخمة جدا، تمام؟ بس أنت كأجنبي ما تقدر تفتح فيها حساب وتبيع، مش متاح. شايف انا فاهم قصدك. الان زي الاي باي وحتى الامازون يتعاقدوا، انت تقدر تعمل حساب في الامازون مثلا وتفتح محل في الامازون، تتعاقد مع مصنع في الصين هنا، حلو، وخلاص المصنع تلقائي. حتى انا حتى مره بالمصادفه كنت واحد طلب مني اتواصل له مع مصنع، فكنت اتكلم مع واحد من المصانع فقال لي انه انا عندي زبون من امازون، وكان يوري لي الطلبات يعني انه الستيكر تبعه كيف على الكرتون وما إلى ذلك. شايف فهذه عبر إي باي عبر أمازون متوفرة، بس عبر المنصات الصينية لا. الصين ما السوق الصيني الداخلي، الصين مش متيحة هذا الأمر إنك تبيع داخل في منصة داخل الصين. شايف أنت بشكل فردي يعني ما هو سهل، إلا إذا أنت كنت والله جايب مثلا أنت جايب منتج من خارج الصين تبغى تبيعه داخل الصين تسوي منصة يسمح لك، بس طبعا حسب شروط تقدمها وكذا. هذه انت عندك منتج خارج الصين، بس انت تبيع بضاعة صينية حلو داخل الصين للصينيين ما تستطيع استصدار رخصة. جميل. ابغى اسألك عن الامان في الصين، الطلبة التجول خارج الحرم الجامعي، هل في اوقات مثلا لا مثلا الخروج بالليل هل في مشكله؟ المراه اذا كانت طالبه بنت هل تتعرض لاي مشاكل؟ المحجبه هل تتعرض الى مشاكل؟ هل في نوع من العنصريه مع المسلمين؟ او هل ممكن الوحده اذا راحت كطالبه مثلا تعاني من مشكله للصين، هل تعاني من مشكله من هذا الشيء؟ الامن عالي جدا 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 جدا. الحين انا اكلمكم وتقريبا عندي الساعة 4:45 فجر، لو أنا الآن نزلت أتمشى
يعني بالتعبير العامي ما حد يقول لي تلت الثلاثة كم، ولا أحد بيجيك. يعني حتى لو شفت صيني سكران ما هو بناحيتك، يمكن هو يخاف منك. فالأمن عالي جدا، وهذه من الأشياء اللي يميز الصين يعني. ممتاز والله، أخبار مشجعة يعني. طيب سؤال اليوم، اليوم الطلبة، هل في عدد من الطلبة الإريتريين اليوم بحكم أنك موجود من 2011 إلى اليوم، كم إريتري قابلت يعني؟ نقول بالعشرات، بالمئات، بالعدد؟ والله لا يتجاوز، يعني كيف أقول لك، يمكن ما يتجاوز عدد في المدينة اللي أنا كنت فيها. أنا كنت في مدينة ووهان، اللي طلع منها كوفيد 19. لكن ما كان يتجاوز يعني أصابع اليد، يعني خليني أقول لك أصابع اليد العشرة، يعني قليل جدا، إحنا قلة جدا يعني. شايف أعداد الطلبة قليل جدا. أنت سألتني عن العنصرية والحجاب والبنت والبنات وكذا، آمن الوضع جدا، وما في عنصرية يعني. ممكن الصينية تسأل. طيب في أحد قاعد يسأل أسئلة على الخاص، أنت تريد تطلع عليها ولا أنا لازم أقرأها وأشوفها؟ لا تفضل، أنت تفضل أقرأها وتفضل. أيوة فالنقطة اللي بس أذكرها إنه الموضوع جدا آمن من قضية الأمن وكذا. الشيء الثاني قضية لا ما في عنصرية للمرأة المحجبة. ممكن الصين يشوف شكل غريب إن هي محجبة وكذا، ممكن إذا 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 يعني ممكن بس يسأل إيش هذا، إيش مدري إيش بس كذا، لكن ليش أقلع يطلع؟ ما في هذا الشيء. فخليني أشوف الأسئلة اللي هي طيب. أيوة، يقول لك الاعتراف بشهادة الماجستير والدكتوراه في الصين بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي والسعودية واختيار التخصصات. طيب الاعتراف واختيار الطالب أم حسب المقاعد المتاحة. طيب الاعتراف كالآتي. طبعا السعودية، أنا ما يعني السعودية يعني آخر شيء توصلت إليه، السعودية تعامله كالآتي. أنا أعرف المجال الطبي، باقي المجالات ما أعرف، بس المجال الطبي كالآتي. آخر شيء أعرف عن السعودية إنه أنت إذا ما خدت تخصص طبي، أنت تخرجت من الصين حتقدم ملفاتك وهم ينظروا في الملف، يا إما يقبلوا يا إما ما يقبلوا. ما في سيستم معين، ما في نظام كذا واضح أقدر أقول لك أوكي. لأنه السعودية كانت فترة في 2014 تقريبا 2015 او نهايه 2014 2015 اوقفت الاعتراف، تمام. بس هذا اخر شيء عرفته، انه انت تقدم بشكل فردي وبعدين تشوف. شايف هذا الشيء. اتحاد دول الاتحاد الاوروبي، امريكا، اتكلم عن الطب. انت لازم تشيك الجامعه اللي تبغى تدرس فيها في موقع معين، حلو، بس في الغالب هي معترف بها. إن شاء الله أكون أجبت على السؤال بالشكل الصحيح. سألتني إيوه على المقاعد المتاحة، أو هل اختيارك حسب المقاعد المتاحة في الطب للماجستير والدكتوراه، التخصص اللي تعجبك إذا هو موجود في الصين تقدم على المنحة وإن شاء الله يطلع لك. في الغالب يطلع لك مشيئة الله. دراسة الصيدلة أيضا موجودة متاحة، في بالإنجليزي وفي بالصيني، وفي منح أيضا. يعني أيضا من المنح اللي طلعت عليها هذا العام اللي كانت متاحة، إنه كانت في منح صيدلة متاحة وموجودة. ممتاز. الإخوة يطلبون إنه رابط لتقديم في المنح، إذا كان فيه هناك رابط أو موقع معين يعلن فيه يلا تفيدنا فيه عشان نرفعه في صفحتنا، وإن شاء الله يستفيدون الشباب. جميل. أنا إن شاء الله بإذن الله سأتواصل مع فريقكم بإذن الله، وحرتب هذا الموضوع، وإن شاء الله لو حصلت إن شاء الله كمان فيديو يساعد أو حاجة تساعد في إنه طريقة التقديم وكذا، بإذن الله أحاول أزودكم فيها بمشيئة الله تعالى. شكرا لك دكتور وهب الباري، فعلا استفدنا كثير كثير من المعلومات القيمة اللي ذكرتها لنا. وفي سؤال بس من دكتور خيار، هل في إدارة أعمال باللغة الإنجليزية؟ نعم متاح، تحصل إجراءات التوثيق. أيوة. طب شوف يا جماعة، قضية التوثيق تقدر تصدق عادي، التصديق الروتيني العادي، تمام.
طل يعني هو يختلف على حسب الدولة، تمام؟ في دول تطلب منك التوثيق التقليدي، تأخذ شهادتك وتصدقها وما إلى ذلك، هذا في الجانب الطبي، تمام؟ في دول مثلا زي دول الاتحاد الأوروبي، تمام، أمريكا، كندا، أستراليا، تمام، خصوصا مثلا أمريكا وكندا وأستراليا، هاي الدول لها موقع معين، التوثيق الشهادات كله إلكتروني، ما في ولا ختم ينحط على الشهادة، كله توثيق إلكتروني، أنت ترفع أوراقك عبر الموقع والجامعة تتواصل مع والجهة هذه تتواصل مع يعني الموقع يتواصل مع الجامعة بشكل مباشر ويتم التوثيق بهذا الشكل. التوثيق يختلف على حسب الدولة، إذا كان يطلبوا بالشكل التقليدي تختم وتجيب وكذا، أو يعني هو يعتمد على بشكل رئيسي على الدولة اللي أنت رايح توثق. امتحان الـ MRCB أيوة متاح في الصين، في مراكز الامتحان ولي زملاء امتحنوا، نعم متاح موجود، تقدر تمتحن موجود. جزاك الله خير دكتور وهب الباري. في عندنا هنا Is there an Eritrean embassy that take care of legal issues in case of needed? طيب في موجود سفارة، ما أدري إذا حتستفيد من وجودها ولا لا. التوثيق بالذات للطلبة الإريتريين، فين حتشتغل يعني وين تبغى تروح بشهادتك يختلف هذا الأمر، يعني يعتمد أنت تبغى تروح بشهادتك فين، شايف؟ فهو يعتمد أنت شهادتك هذه تبغى تروح بها فين حسب الدولة، يعني ما ينظروا للجنسية، تمام؟ لكن المعلوم طبعاً حقول لكم حاجة غريبة، يعني أسعار التوثيق من الخارجية الصينية على حسب الدولة، تقريباً إريتريا من أغلى الدول اللي توثق شهادتك عشانها. طبعاً بس بخصوص التوثيق، هو التوثيق زي ما ذكرت بس عشان نشرح، إنه التوثيق أنت دائماً تأخذها في الجهة اللي رايح ناوي تشتغل فيها، يعني حتى لو أنا إريتريا بس ناوي أشتغل في الإمارات أروح للسفارة الإماراتية أوثق الشهادة منها، إذا أنا ناوي أروح للسعودية أوثقها من السفارة السعودية وليس السفارة الإريترية، هروح للسفارة الإريترية إذا ناوي أروح أشتغل في إريتريا، فالتوثيق دائما يكون للجهة اللي أنت ناوي تشتغل فيها. مضبوط. في سؤال من أسئلة اللي جت أيضا، يعني يسألني كيف أقدر أحصل على الفيزا، تمام؟ طيب الحصول على الفيزا للصين، يعني طبعا حاليا البلد مغلق عشان كوفيد 19، انا افضل طريقه انك تجيب فيزا سياحيه، تمام؟ تعال فيزا سياحيه وزور البلد، شوف الجامعات، هذه افضل طريقه تقريبا، وهي الاسهل طبعا. والله للاسف يا جماعه المشكله ما عندي معلومات للإريتريين، لأنه اللي يزوروا الصين قلة جدا، شايف؟ يعني ما عندي معلومات واضحة وكبيرة، بس أنا أفتكر لما أنا جيت 2011 كانت فيزة السياحة متاحة تقريبا، كانت متاحة. في طريقة أخرى، إذا مثلا فيزة السياحة ما كانت متاحة، تقدم على فيزا تجارية. فيزا تجارية هي تطلب دعوة، المكاتب الوسيطة اللي هنا موجودة بس يعمل لك دعوة حلو، وتشوف إيش السفارة الصينية تطلب منك وتقدم معها هذه الدعوة وتستطيع زيارة الصين. بس أستطيع أقول إنه فيزا الصين مش فيزا صعبة. صحيح، يبدو إنه الوقت يعني أزف. نشكر لك مرة ثانية وهب الباري على يعني تواجدك معنا، والأسئلة طبعاً ما حتوقف كل ما جينا ننهي، ولكن أي سؤال في بالكم تقدرون تتواصلون مع تعليم أول عن طريق صفحتهم في الفيسبوك، ونحن ممكن نتواصل مع الأستاذ وهب الباري، وإذا في شخص على وشك الذهاب إلى الصين للدراسة فيها إن شاء الله ما حيقصر مع الدكتور، ويعني بأي معلومة بأي هذا ممكن يعني يزوده عن طريق التعليم أول وصفحتها، ممكن تتواصلون يزيدكم أكثر. طيب أستاذ وهب الباري، نشكر لك حضورك مرة أخرى، وكلمة أخيرة. والله هي إن كلمة سأذكرها لي يعني لنا إحنا الإريتريين، يعني دائرة التعليم أحيانا يعني تضيق علينا،
ما نستطيع مثلا انه يعني توفير نفقات التعليم اللي يعني اذا كان شويه مرتفع وكذا. انا اقول الصين فرصه يعني لمن كان له حلم انه يكمل تعليمه وبعض الظروف الاقتصاديه او ما الى ذلك اعاقته، انه الصين مكان ممتاز جيد انك تيجي تدرس فيه وتكمل فيه دراستك. وانا دائما اقول للناس الصين محطة انك انت بعدها تنتقل لمكان، اذا حبيت لاوروبا، اذا حبيت لمكان اخر. ايضا واحدة من الاشياء اللي انا احب اذكرها هنا ايضا انه الفيز من الصين لاوروبا وامريكا وكذا بغض النظر عن جنسيتك نوعا ما اسهل. فانا عشان كذا اقول انه الصين ممتازة جدا، يعني لان احنا الاريتريين خيار 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 جدا ممتاز، يعني مع الفرص اللي ذكرتها في قضيه المنح المتاحه وما الى ذلك. الله يحفظكم، الله يرعاكم، واتمنى اني اقدر بمشيئه الله تعالى انه اقدم خدمه في هذا الجانب من توفير اخبار المنح، وان شاء الله باذن الله اقدر افيد اخواني باذن الله. شكرا لك وشكرا لكل من حضر اليوم معنا، وان شاء الله نلتقي فيك الأسبوع القادم مع محطة أخرى من محطات التعليم أولاً. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.